في سبتمبر 2023 كانت ميليشيا الحوثي تعيش أسوأ أيامها منذ نحو 9 سنوات، خاصة على المستوى الشعبي وتصاعد غضب الناس الذي وصل ذروته في 26 سبتمبر بخروج الناس إلى الشوارع للتظاهر لأول مرة تمجيدا للثورة والجمهورية كنقيض للحوثية وسلطة آل البيت الهاشميين. وسارع زعيم الجماعة إلى الهروب إلى الأمام عبر استغلاله هجوم المقاومة على الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر ومحاولة الحوثي المتاجرة والدخول على خط التطور الجديد في المنطقة. وبحسب تقرير لموقع المصدر أونلاين، فإن ميليشيا الحوثي لجأت إلى أسلوب التعبئة العامة كمصيدة لحشو المجتمع بخلايا بلطجية دينية على النموذج الإيراني، وتدشين زعيمها مسار التعبئة العامة لاستغلال العاطفة الشعبية وتجذير وضع جماعته تحت لافتة القضية الفلسطينية. وحول زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي مهمة مشرفيه على المحافظات إلى مسمى تعبوي، وحول المجلس التنفيذي إلى مسمى مكتب التعبئة، فيما سخرت الجماعة موارد ضخمة للتعبئة على مستوى كل قرية وعزلة ومديرية في جميع المحافظات الخاضعة لسيطرتها. وعلى الواقع فإن للتعبئة الحوثية وجهان رئيسيان: الأول تكثيف المحاضرات واللقاءات المجتمعية وتسيير المظاهرات تنديدا بما يحدث في غزة، والوجه الثاني تحشيد المواطنين في دورات عسكرية بغرض التدريب على السلاح وتلقي محاضرات تعبوية وتحريضية طائفية تحت لافتة الاستعداد للقتال في فلسطين. وسابقا دشن رئيس القطاع الحكومي بالجماعة أحمد حامد دورة تعبوية للجانب الرسمي، حضرها رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للميليشيا ورئيس مجلس نواب صنعاء يحيى الراعي ورئيس حكومة الجماعة بن حبتور وعدد من وزراء حكومة الحوثيين. وتشير الجهود الضخمة والتركيز الحوثي على تأطير أكبر عدد من الناس إلى أن الجماعة تعيد تعريف نفسها بشكل واضح بأنها مشروع قتال مستمر، لكن غايتها الرئيسية تظل خوض مزيد من الحروب ضد بقية اليمنيين في المحافظات الشرقية والجنوبية وكذلك الغربية تعز والحديدة. ويقول الصحافي والباحث في شؤون الحوثيين عدنان الجبرني إن أحد أهداف الحوثيين من هذه التعبئة هو بناء تنظيم شعبي على مستوى الأحياء السكنية والقرى لتكون ذراع الجماعة ضد كل من يختلف معها أو يرفض سلطتها.